ايه طيب رجعت لك منهم 50. والله ما مستاهل. الآن خلصنا اليوم، كان الحلقة الرابعة من مسلسل ورطة، والآن خلصنا كان طويل الآن يمكن حدود 6 ساعات. الآن في آخر مشهد ورا ونخلص كل شيء والحمد لله. كان يوم عصيب 6 ساعات بس الحمد لله خلصنا، وهذا كان من المشهد نفسه. تعرفنا على شباب كثير ما شاء الله. أنا جالس أرفع وأصور بالتلفون والناس ما شاء الله ما هم عدة كاملة. أولا لا يا هاني.